ليه ما نقابلش المغرب؟ ليه ما نقابلش المغرب؟ اه لأنه هو المنتخب الأفضل حتى الآن في البطولة، هو بس منتخب المغرب. مع شديد احترام، اللعيبه دي مين بتوع المغرب؟ ده اللي الزمالك والاهلي يفوزوا عليهم، اه يعني كل ما بيقابلوهم يفوزوا عليهم، مش هزار والله. اه الاهلي ايوه وداد والزمالك رجاء هم اصل مفيش حد جديد، مش جاي من بره هي حد. دي وجهة ايه نظر اللي مهمة، يخوفنا انا وانا برضو بتوع الزمالك والاهلي اللي موجودين هنا؟ دي وجهة نظر مهمة برضو، لأنه أنت إذا بصيت على مجموعة المغرب هي أسهل مجموعة. اه يعني منتخب السعودية جاي بفريق الشباب مدعم بعناصر احتياطي زي سعود عبد الحميد أو زي عبد الله الحمدان، عناصر مش قوية يعني. المنتخب الأردن برضو مش منتخب مصنف قوي، ومنتخب فلسطين كلنا نعلم ظروفه يعني. لكن في النهاية أنت بتتكلم برضو على عناصر يعني، يعني عناصر برضو عندها خبرات كبيرة جدا جدا، بن شرقي، عبد الإله الحفيظي، وعندك بدر بانون في الدفاع، يعني عندك برضو تشكيلة قوية. مش قصدي، انا قصدي انه العناصر ممتازه طبعا بتاعه المغرب، اه في قصدي تكافؤ. اه يعني ما قابل زياش مش عارف مين بقى الاسامي دي، هنقعد ناخد وندي، لكن دول العناصر اللي احنا بنقابلهم كل سنه الوداد والرجاء. في قبل النهائي ونفوز ويصعد، يعني طب الامر طبيعي خالص اذا يعني. انا عندي اختيار اني العب ماتشين قويين او اني العب ماتش قوي وماتش اقل قوة، وانا وجهه لسه داخل نظر العب الماتش القوي بس، وبعد كده ادخل على، وبعدين نروح بقى للنقطة